انا اسمي احمد راشد محمد راشد، ليا تاريخ مع جماعه الجهاد من سنه 1976 كاحد القيادات والدعاء لهذه الجماعه، ولكن بفضل الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى من علي ان انا لم اقم باي عمل من الاعمال العنيفه، سواء جهة الدم أو لأي جهة كانت. في سنة 1988 راجعت فكري وعدت إلى الاعتدال وإلى سماحة الدين الحنيف، ومن وقتها لم أعد إلى هذا المنهج مرة أخرى، بل سافرت إلى أفغانستان، وهناك لم أنضم إلى أي تنظيم مصري، وأقمت معسكرا هناك خاص دربت فيه عناصر من الجزائريين والتوانسة والمغاربة والليبيين للقتال في أفغانستان، وليس لقتال الحكومات، ولم يكن فيها مصري واحد. وأعلم من هذا المكان أنني جهزت دراسة بعنوان شهادتي على جماعة الجهاد من حين انضممت إليها إلى أن فارقتها في عام 93 عندما تم اعتقالي، فقد كنت على معرفة بهم وعلى اتصال ببعض أصدقائي منهم حتى مع تركي لهذا المنهج على سبيل النصح والمراجعة. وهذا الكتاب سيكون من 5 أجزاء، وبدأت فيه من 19 عاما. والحقيقة لي وجهة نظر في المصالحة التي تعرض الآن مع جماعة الإخوان المسلمين، وهذه أو وجهة النظر أن تكون المصالحة استراتيجية لا تكتيكية، يكون المقصود بها مصلحة الوطن أولا وأخيرا، أن تتصالح الجماعات فيما بينها وبين جماعة الإخوان، ثم يتصالحوا مع باقي الطوائف في المجتمع، يتصالحوا مع أنفسهم أولا ثم يتصالحوا مع باقي طوائف المجتمع حتى ينهضوا بالأمة.